خليني اقول لحضراتكم كمان، عايز اتكلم شويه معاكم على لقطه فالفيردي امبارح. امبارح مباريات كانت عديده، بالتحديد مباراه الكاس السوبر الاسباني ما بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد. اللقطه دي عملت جدل كبير جدا وعملت انقسام ما بين الاراء. يعني ناس قالت ان عادي فالفيردي يعمل كده، والناس قالت لا دي مش كوره، دي مش روح رياضيه، ده ما ينفعش خالص. لكن في كل الاحوال مين اللي فاز بالسوبر؟ ريال مدريد. السبب في فوز ريال مدريد بالسوبر الاسباني هي اللقطه دي، عرقله فالفيردي اللاعب الاوروجواياني المميز جدا في الحقيقه، بخلاف يعني سيبك من العرقله دي، للاعب الفارو موراتا لاعب ريال مدريد السابق ولاعب اتلتيكو مدريد الحالي، وهو رايح انفراد على الجون على كورتوا، وقبل 4 دقائق من انتهاء الشوط الثاني من الاكسترا تايم، فقرر فالفيردي ان هو يعرقل موراتا عشان ما يروحش بالكره ويجيب جون، ويبقى المباراه خلاص شبه انتهت، هيبقى ناقص دقيقتين ثلاثه على المباراه يعني. فشاف ان ده القرار الانسب. انا عجبني تصريحات فالفيردي بعد المباراه لما قال ايه؟ قال انا مش سعيد خالص باللقطه دي وبالعرقله دي، لكن في نفس الوقت سعيد بالفوز ببطوله السوبر. واللقطه دي كمان مهمه قوي، هاتها تاني يا بيو بعد اذنك. سيميوني اللي كان هيكسب السوبر بكره موراتا، لكن اسلوب مهم جدا وتفهم للامر ان الراجل ده بيقاتل على ان فريقه يفوز ببطوله السوبر، فعمل العرقله دي بيطبطب عليه وهو خارج. فهي دي الثقافه برضو اللي موجوده في اوروبا ولازم نتعلم منها، بخلاف سواء حضرتك متفق او مختلف على اللقطه. لكن في كل الاحوال ريال مدريد قدرت ان هي تفوز ببطوله السوبر الاسباني بعد تغلبها على اتلتيكو مدريد بضربات الجزاء الترجيحيه.